يفتتح اليوم في دبي أكبر سوق تخفيضات لبيع الكتب في العالم وهو بيج باد وولف، حيث يجمع أكثر من 3 ملايين كتاب في مكان واحد في مدينة دبي للاستديوهات من 18 إلى 28 من أكتوبر، وسيكون مفتوحا للجمهور على مدار الساعة طوال فترة البيع. للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو محمد العيدروس الشريك الإداري لمعرض تخفيضات الكتب بيج باد وولف. طبعا هذه الصور كانت لمعارض سابقة وليس لهذا المعرض. خليني أسألك بداية أستاذ محمد، صباحك الله بالخير أول شيء. أهلا وسهلا، صباح الخير. يعني إذا كانت دبي تفتخر بأن لديها قصر الإمارات ولديها برج خليفة، يقال أن 3 ملايين كتاب هذه أو أكثر إذا وضعت فوق بعض لربما تسوي 48 برج خليفة. برج خليفة، نعم. طيب من سيقرأ هذه الكتب وهذه الكمية؟ ليش؟ شنو المعرض؟ ما ابي اقول معرض لان انت ترفض هذه التسميه. زين، نقول اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدي رسول الله. احنا ليس بصدد بيع كتب اولا، نحن بصدد صناعه ثقافه، احنا بصدد صناعه فكر، احنا بصدد تفويض جيل جديد نعطيه القدره ونشارك مع الحكومه والحكومات الاخرى في صناعه اجيال قائده تمتلك حنكه قياديه. والحنكة القيادية تأتي من خلال القراءة، من خلال الكتب. وأعتقد أنه فضل المبادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا ننسى مبادرة صناع الأمل على سبيل المثال، هي إحياء كافة جوانب الأمل في الوطن العربي، سواء من حيث القراءة أو من حيث العمل التطوعي أو من حيث العمل الإداري من أي ناحية. فإحنا نندرج في بيج باد وولف بنفس الفكر، عايزين نشارك ولو بجزء بسيط في صناعة الفكر. طب والحضارات هي عبارة عن فكر. إلى أي مدى ستساهم هذه النوعية من المعارض التي تقام بحجم الهائل من الكتب في تنمية وتعزيز القراءة التي فقدناها منذ مواقع التواصل الاجتماعي التي تعرف؟ طبعا علاقة الإنسان بالكتاب علاقة قديمة، حب الإنسان للكتاب شيء في الفطرة، بدليل أنه المعجزة الإلهية للدين أو للأديان هي كتاب، كتاب المقدس والقرآن الكريم وهو كتاب الكتب. فبفضل الله تعالى هذا الحب قد شوية اندثر مع وجود تكنولوجيا والعالم المادي. فمهمتنا اليوم أن نعود إلى الكتاب من خلال أن نعرض للأمة أكبر قدر من الكتب وبسعار تجعلها لا يوجد لديها عذر من شرائها. كثير من الناس عندما أقابلهم حقيقة، لماذا لا تشترون الكتب؟ يقولون والله غالي، أنا أشتري لولدي والكتاب 70-80 درهم وايد. خلني أوقف عند هذه النقطة، يعني 80% هذه الخصومات على الكتب. نعم تفضل. طبعا فيها كتب عربية بفضل الله تعالى، تم المشاركة من قبل مؤسسة قنديل التابعة والذراع الاستثماري لمؤسسة سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد للمعرفة، مشاركين بالجانب العربي بفضل الله تعالى. طيب 80% خصومات اللي على الكتب، يعني حتى اعتقد تكلفتها ما راح تغطي تكلفتها، وانت قلت انا مش بائع كتب، انا بائع فكر، لكن واقع الأمر أنه في بعض المعارض وصلت شاركت في 6 مليون كتاب، ليش هذه المرة 3 مليون؟ وكيف تجني الربح إذن من بيع؟ سؤال مكرر، كثير من الناس يسألوني نفس السؤال، لازم يعني يسألون فيه. أولا شركة بيج باد وولف تأسست من 2009، فأي شخص يزورنا في كوالالمبور سيجد أنه في وقت واحد عندنا 15 مليون كتاب، وإحنا حاليا تقريبا في أكثر من 10 مدن في العالم. فكيفية أن يكون السعر من 50 إلى 80% خلينا نقول في المعرض الموجود في دبي، هو أولا لما تشتري بكميات ضخمة، كتبنا تأتي من أستراليا ومن أمريكا ومن بريطانيا، وبنشتري كميات ضخمة منذ 10 سنين الماضية، يسموه ايكونوميك اوف سكيل. ثانيا إحنا في نوعية من الكتب اللي هي الكتب اللي تم زيادة فيها في الطباعة، والتي هي ليس صدرت
الاصدارات الحديثه 2018، احنا نتكلم على الكتب 2015 و14 و16، فهمت علي؟ اليوم الى جانب هذا كله الناشرين العالميين ومن ضمنهم حتى ديزني وولد اللي عندنا كتبهم منبهرين انه احنا قادرين نوصل كتاب لكل من يحتاج الكتاب، سواء في ميانمار، في فيتنام، في بنغلاديش، في اي مكان. ليش؟ لانه نجد ونرى في انفسنا انه مسؤوليتنا اليوم في الشركه أن يكون كل طفل عنده الحق الكامل للاستحواذ على المعرفة في أي مكان في العالم. طيب فأقل من دقيقة لأنه عايزين نعرف تفاصيل أكثر عن المعرض، هل يناسب كل الفئات العمرية؟ يعني أكثر من 3 ملايين كتاب، ما نوعية الموضوعات التي تطرح؟ كافة الأنواع، من أول ما يولد الطفل في له كتاب الى حد مثل اليد واليد، فهمت؟ فكل الانواع، البروفيشنالز اللي هو الناس اللي في البنوك والناس في الاستثمار ما يدفع لهم كتب في فضل الله، فهو عباره عن تظاهره ثقافيه حتى كل واحد يروح ياخذ كتاب قد يكون ليس في تخصصه. سيجد نفسه منبهر انه ياخذ شيء يستمتع فيه ما كان يفكر فيه من ذي قبل. فحتى نسميه ذا بيجست بوك هايبر ماركت. بيكوز هي يوز ترولي. من امبارح كان يعني الناس بيسالوني يعني شو ها؟ نتمنى لكم كل التوفيق سيد محمد العيدروس الشريك الاداري لمعرض بيج باد وولف لتخفيضات الكتب، شكرا جزيلا. الله شكرا على وجودك. جزاكم الله خير والف شكر.